نيافه الحبر الجليل الانبا بنيامين مطران المنوفيه. وصباح الخير يا سيدنا ونقبل الايادي. اهلا بيكم. أهلاً سلام يا سيدنا. اهلا بنيافتك منورنا. اهلا اهلا اسحاق، ازيك؟ الله يخليك سيدنا. سيدنا طبعا النهارده يوم يعني جميل، بنتكلم عن البابا شنودة الثالث ومئويه ميلاده، ومش هينفع اسال نيافتك ذكرياتك لان اكيد يعني تتحكي في ساعات طويله جدا، لكن لو يعني في بالترتيب الذهن المرتب دايما اللي اعتدناه من نيافتك، وحابب تقول لنا نقاط مضيئه في حياه البابا شنودة، تقول لنا ايه؟ الحقيقه قداسة البابا شنودة ربنا ينيح نفسه وينفعنا بصلواته، امين، كان مثال يقتدى به طبعا، يعني كشخصية وكفكر كإيمان وكحب لله، مثال يعني طبعا. وصل إلى أعماق كل هذه الأمور، يعني كان عميق جدا في محبة ربنا، وكان عميق جدا في إيمانه، تمسكه بهذا الإيمان الأرثوذكسي وتعليمه وتعبه في الإكليريكية وفي غيره، وكمان في الرعاية وحبه للفقراء، وكان دايما يلتقي معاهم في يوم الخميس في لقاء أبوي جميل يشوف احتياجاتهم، وكان دايما ينبهنا كأسقفة وكهنة وكذا ان احنا ناخد بالنا من الفقراء لان هم دول اللي يشهدوا لنا في السماء. فكان فكره عميق، تعبيراته بسيطة لكن عميقة جدا تصل إلى القلب وتعشش في الفكر، يعني مش ممكن أبدا تتنسي، ننسى كلماته، ننسى محبته، ننسى احتضانه، ننسى احتوائه، ننسى حاجات كتير مش ممكن ننساها، يعني طبعا ممكن. طبعا فالحقيقة سيظل البابا شنودة مثال في عطائه في كل حاجة، في كلماته، في إيمانه، في وطنيته وحب مصر. الحقيقة يعني يصعب قوي ان الواحد يتكلم عن شخصية unlimited، يعني غير محدودة في حاجات معينة لكن في كل حاجة. والواحد بيقف قدام الشخصية سيدنا يبقى مش عارف يتكلم عنه من أنهي زاوية أو اتجاه، لكن لو قلت يعني وبتلخيص شديد جدا زي ما نيافتك بتقول دلوقتي أنه اتعلمنا منه حاجات كتير للخدمة ولطريق الخدمة اللي رسمه، لو النهاردة رسالة نيافتك تقولها لولادك الخدام للأباء الكهنة من خلال اللي نيافتك استقيته من تعليم البابا شنودة، تحب تقول لهم إيه؟ أقول لهم إن البابا شنودة بيعلمنا إنه كان خبير بالنفس البشرية، ودي أغلى حاجة عند ربنا، نفس البشرية، ولذلك كل أعمال الخير والمحبة التي تعطى للنفس البشرية ربنا نفسه بيستقبلها كأنها له شخصية. صحيح. كل ما فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلته. كان البابا شنودة خبير جدا بالنفس البشرية ويحب الإنسان جدا جدا ويهتم بيه، لذلك كان حب الناس للبابا شنودة نابع من رد فعل حبه العميق والقوي لكل نفس متألمة، لكل نفس محتاجة، لكل نفس دايما تكون قريبة من الكنيسة، ويشد الكل لربنا والحضور. أمين. الحياة البابا شنودة أمثولة جميلة. صحيح. سنظل نضعها أمامنا كمثال يحتذى به في التعامل مع الناس، في الاهتمام بالخدمة، في الاهتمام بالإيمان الأرثوذكس السليم وبالتعليم النقي المشهود له، يعني سيظل البابا شنودة مثال وقدوة للكنيسة كلها في العالم كله. أمين.